فمنكمل هون بنقول تي، هلأ هون هو التي هاي الاتناش مفروض ما تكيها بالسؤال، فمنقول اتناش زائد الاف بي رح تساوي التمنتاش. طيب اخر اشي بتطلع عنا الاف بي رح تساوي 6 نيوتن. اوكي نيجي هون، a block 400 نيوتن in air و 80 نيوتن in water. What is the block density؟ طيب هون نفس الفكرة تبعت هذيك تقريبا، معطيك إياها مرة في الهواء، معطيك إنه الوزن تبعها 100 نيوتن، وهنا معطيك الوزن تبعها 80 نيوتن. فلأ هون الوزن اللي هو التي رح تساوي الام جي. هلأ الام جي هو معطيك إياها 100 نيوتن، معناها لو بنيجي نطلع الكتلة لحالها رح نقول 10، رح تكون 10 كيلو. طيب نيجي لهون، الاف بي هون تي وعندنا هون 80 نيوتن. طيب فبنقول هون 80 نيوتن اللي هي التي زائد الاف بي مجهولة بتساوي الام سوليد في جي. هلأ الام قلنا هون طلعناها بعشرة، اوكي فبنقول العشرة مضروب في العشرة بمية، هون 80 زائد اف بي بتطلع عنا قوة الطفو بعشرين نيوتن. قلنا الاف بي بتساوي رو ال في ال في جي، الرو ال بألف، الفي ال مجهولة، هون الجي بعشرة. منطلع الفي ال، طلعناها من هذا القانون تعويض مباشر. طيب هلأ الفي ال هي نفسها بتساوي الفي اس. طيب الفي اس ايش قانونها؟ اللي هو رو اس بتساوي ام اس على في اس. هو ايش بده بالسؤال؟ الرو اس. فالرو اس بنطلعها من كتلة تبعت السوليد على الفوليوم تبعها. هلأ الكتلة تبعتها بعشرة، الفوليوم تبعها هو نفسه الفوليوم تبع الليكويد، فبنعوضهم مباشرة، بنقول العشرة على 2 ضرب 10 سالب 3، وبيطلع لنا على السريع الرو تبع اس. اوكي هلأ نيجي لهذا، a cubic box of length side 50 ملليمتر totally submerged in liquid. اوكي وقال لك 2000 نيوتن is lost weight. هلأ 2000 نيوتن هاي هي ال FB. What is the liquid density؟ طيب هلأ هو معطيك الكيوبيك بوكس واحد من أضلعه 50 ملليمتر، معناه هذا الضلع كمان 50 ملليمتر، وهذا الارتفاع كمان 50 ملليمتر، معناه عشان نطلع ال V تبعته رح نقول 50 × 50 × 50. اوكي نعملهم تكعيب، يعني بنطلع هذا الجواب بالملي متر تكعيب، عشان نحوله لمتر تكعيب بنضربه بعشرة والسالب ستة. طيب هلأ هو ايش بده بالضبط؟ بده الليكويد دنسيتي، يعني بده الرو ليكويد. فبنقول هلأ اللي احنا هاي طلعناها هي الفي للاس، الحجم المكعب، الفي اس قلنا بيساوي الفي ال، طيب بيساوي بعض، يعني هاي نفس اللي طلعناها. طيب والاف بي بتساوي 2000 نيوتن، خلص صار تعويض مباشر، الاف بي بتساوي رو ال في ال جي، الاف بي موجودة معنا، الفي موجودة معنا، الجي موجودة معنا، بضل عنا الرو ال هي فقط المجهولة، فبنعوض كل هذا بالآلة. طيب هلأ تيجي لهاي، an iceberg floats on the sea water. هل نيجي لهذا السؤال؟ عنا هون عنا أي على اعتبار انه هذا السي ووتر يعني، وعندنا هنا الايس، اوكي ووتر with a density of، هلا الرو للليكويد اللي هي تبعت السي ووتر 1025 كيلوغرام على متر تكعيب، والفوليوم للليكويد بيساوي 4 متر تكعيب. اجى عندنا سي لاين اللي هو فقمه، وزنها اللي هي الام تبعت السي لاين ب 500 كيلوغرام. jumped on the iceberg. The iceberg totally immersed in water. What is the density of the iceberg? بده الرو اس تساوي كم؟ اوكي فاحنا عنا هون قلنا على اعتبار انه هاي مثلا الفقمة اساس، يعني هلا هاي في هاي الحالة قلنا الاف بي لفوق، وعنا تحت الام 1 جي، وعنا كمان الام 2 جي اللي هي الكتلة أو الوزن تبع الآيس والوزن تبع اللاين. فبنقول الـ FB تساوي الـ M تبعت اللاين مضروبة في الجي زائد الـ M تبعت الآيس مضروبة في الجي.
فالام تبعت اللين بخمسمية مضروبة في العشرة زائد الام تبعت الايس. طيب هلا الام تبعت الايس مش موجودة معنا، مضروبة هون في العشرة وهون الاف بي. طيب بدنا نطلع الاف بي عشان نقدر نطلع الام للايس. هلا الاف بي عبارة عن رو للال في للال مضروبة في الجي. هلا رو للال 1025 مضروبة ب الفي للال اللي هي 4 مضروبة في العشرة، فبتطلع عنا الاف بي. الاف بي بتطلع عنا بواحد واربعين الف نيوتن. منيجي هون بنعوض فبنطلع عنا الام للايس. اوكي طلعت عنا الام للايس اللي هو 36000 على 10. لما نيجي نعوض كل هذا بنعوضه بالآلة الحاسبة بيطلع عنا آخر شي 3600 كيلو. فهاي اللي طلعت معنا هي أم للآيس. أوكي فلما نيجي نطلع هنا نفس الصفحة عايدينها مرة تانية، بده هو بالسؤال رو اس. فمنيجي هون بنقول الرو اس بتساوي الام اس على في اس، بنعوض هدول اثنين موجودين معنا بالسؤال بيطلع معنا اخر شيء 900 كيلو جرام على متر تكعيب. طيب هلا نيجي لهذا السؤال. هلا هذا السؤال برضه نفس اللي حكيناه من قبل، نفس الفكره. احنا عندنا بلوك اوف ماس ام مربوطه بحبل، والتنشن اللي كان عليها قوه الشد 15 نيوتن لما كانت في الهواء. اجينا غطسناها في المي اوكي فصار قوة الشد تبعته 10 نيوتن، قلنا قوة الشد لما نغطسه في المي بتقل فصار 10 نيوتن. فايش هي الـ FB قوة الطفو؟ هلا بما انه هو totally immersed معناها الـ rho s رح يكون اكبر من الـ rho l، فبنقول الـ FB لفوق زائد T برضو لفوق تساوي الـ MG اللي تحت. اوكي فبنعوض بنفس الطريقة وبتطلع اخر اشي انه الـ FB بتساوي 5. طيب هذا كلياته كان على الحالة الاولى اللي كانت فيها الرو اس اكبر من رو ال. طب في حال لو كانت الرو اس اقل من رو ال، معناها قلنا انه الجسم كثافته اقل من كثافه السائل، معناها هو عم يطفو على السطح. في هاي الحاله ما رح يكون في عنا في ال بتساوي الفي اس، رح تكون الفي ال رح تساوي الجزء المغمور من الماده فقط. يعني مثلا عندنا هون لو عندنا هاي الماده وعندنا هذا البوكس مثلا موجود على سطح المي، اوكي هذا الجزء من البوكس فقط هو اللي مغمور جوا المي، معناها الفي للال رح تساوي الحجم تبع الصندوق بس هذا الجزء منه، مش حجم الصندوق كلياته. حجم الصندوق يعني الحجم تبع الجزء اللي موجود جوا المي، فرح يكون n من في اس. يعني ما رح يكون حجم الصندوق كلياته، رح يكون جزء منه. هاي ال n بتمثل يعني جزء منه، يعني نسبة منه. فالفي ال رح تساوي ان في في اس. عوض بالفي ال ام ال على رو ال، عوض بالفي اس ام اس على رو اس، فبيصير عنا هذا القانون. طيب هلا نيجي لهون. an object is floating in water اوكي و 40% of it it's below the water find the object density. هلا هم برضو ملخبطين حاطين هون 40 هون 30، هو مفروض انه يا اما 40 يا اما 30، فنعتبرها انه هاي 30%. اوكي هلا بنقول هون ال n اللي هو الجزء بيساوي 30%. عندنا هون هيو الصندوق بقول لك الجزء منه يلي بيكون below the water تحت المي 30% منه، 30% منه فقط هو اللي تحت المي، معناها 30% يعني 0.3. فال VL رح تساوي 0.3 من ال VS. اوكي هلا هو ايش بده؟ The object density. هلا ال MS بتساوي ML، بنعوض بقانون هاي وقانون هاي. ال MS قانونها رو S ضرب VS، ال ML قانونها رو L ضرب ال VL. اوكي هلا ال VS مش موجود معنا، كله بنعوضه زي ما هو، بس لما نيجي نعوض هون بال VL، ال VL احنا قلنا انه هي بتساوي 0.3 VS، فرح نشيل ال VL ونحط مكانها 0.3 VS. اوكي فهلأ VS رح تروح مع VS، بضل عنا ال rho للسوليد بيساوي 0.3 اوكي مضروبة ب ال rho للليكويد. ال rho للليكويد بما انه هو water معناها ال rho له 1000،
فبنقول الرو اس بتساوي 0.3 ضرب 1000 فبيعطينا 300 كيلوغرام على المتر تكعب. هلأ من هون من هاي الخطوة بنستنتج بأنه الرو اس بتساوي ان في الرو ال. أوكي الرو اس هي اللي بتساوي جزء من الرو ال، أما هناك كان عنا العكس اللي هو في ال هي اللي بتساوي نسبة من الفي اس، فهذول عشان ما نتلخبط بينهم إنه في فرق بينهم. طيب نيجي لهذا السؤال. One fourth of a cartoon object is floating in water. هلأ one fourth يعني ربع، يعني 0.25 منه موجود تحت المي، معناها النسبة اللي هي n 0.25. Find the cartoon density. قلنا إنه الرو اس بتساوي n في رو ال، معناها الرو اس بتساوي 0.25 مضروبة في الرو ال اللي هو الألف بما إنه water. طيب هلا في كمان فكره تانية، في حال لو حكالك ال 1/4 of the cartoon كانت موجوده فوق الووتر، اوكي لو كان يعني الجسم مش ربعه تحت المي، كان الربع تبعه فوق المي، وقتها هون رح تطرح واحد من 0.25 رح يعطيك 0.75 وهي هي ان. ليش؟ لانه احنا الان اللي بدنا اياها دائما تحت المي، فلو بالسؤال جاب لك إياها فوق المي رح تضطر إنك تطرح واحد من النسبة اللي معطيك إياها عشان تطلع اللي تحت، فمننتبه بالسؤال هو معطيك فوق ولا تحت. طيب نيجي لهون بحكي لك 70 كيلوغرام ancient statue lies at the bottom of the sea. عنا تمثال موجود في قاع البحر 70 كيلوغرام، الفوليوم تبعه 3.14 سنتيمتر تكعيب. How much force is needed to lift it without acceleration if the density of the water is كذا. طيب هلا احنا عندنا هذا موجود في قاع البحر، هلا هو موجود في القاع في القاع، معناه هذا قاعد عم بيلام السطح، احنا اخذنا من قبل انه لما يلام السطح معناها في normal force موجودة عليه، بالاضافة الى البي اللي هي هي نفسها الاف بي اللي هي قوة الطفو. اوكي وفي عنا كمان الفورس اللي احنا بدنا نشده فيها. هلا مش هذا التمثال، احنا بدنا نرفعه لفوق، فلما نرفعه رح يبطل ملامس لسطح معين، معناها رح يبطل في عنده نورمال فورس، فعشان هيك ما رح نحسب النورمال فورس في الحسابات، فرح نروح نقول انه هو معطيك بالسؤال كمان انه without acceleration فالA تساوي صفر، مجموع القوة على الجسم رح تكون معناها كمان صفر، فرح نقول انه قوة الطفو اللي هي لفوق الاف بي احنا قوة طبعة المي زائد الاف اللي هي احنا رح نشده فيها رح تساوي الام جي. اوكي فقوة الطفو بنعوضها بقانونها اللي هو رو ال في 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 جي. اوكي وبنعوض كل اشي بالآلة الحاسبة بطلع معنا الجواب. هلا نيجي لهاد، نيجي هون لأسئلة السنوات. عنا هون 4 kilogram block of density less than the density of the water is tied down as shown in the figure. هي عنا هون جسم ربطناه من تحت، معناها في عنده ال mg بتأثر عليه من تحت وفي قوة شد من تحت وقوة الطفو من فوق وهو كتلته 4 kilogram. It displaces 5 kilogram of water in this situation. What is the tension in the string. هلا احنا قلنا من قبل هو معطيك هون انه ال M L بتساوي 5 كيلوغرام، فبنقول انه ال F B تساوي T زائد M G. هلا ال F B قلنا من قبل انه هي M L مضروبة في G زائد T هون M G. ال M L الخمسة مضروبة في العشرة وال T هي المجهولة، ال M الثاني اللي تبعت البلوك بأربعة مضروبة في العشرة، فرح تطلع عنا آخر إشي التي عبارة عن 50 ناقص 40 رح تطلع 10 نيوتن. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. Using the atmospheric pressure. هو معطيكي ال atmospheric pressure اللي هو PATM بواحد ضرب 10^5 نيوتن على متر تربيع. What is the value of the total mass بده الام تساوي كم of the earth's atmosphere
above an area of ال A تساوي 2.5 متر تربيع. فهل عنا ال B بواحد بعشرة أس خمسة أس خمسة، ال A 2.5 وال M هي اللي مجهولة. فعلى السريع تعويض مباشر بنقول إنه ال P بتساوي ال F على M. هلا ال F هي نفسها ال MG قوة الوزن، فبنقول إنه ال P واحد ضرب عشرة أس خمسة رح تساوي ال M اللي هي مجهولة ضرب العشرة على ال A معطيك إياها 2.5 تربيع. فعلى السريع بنعوض وبيطلع معنا الجواب اللي هي ال M قد إيه تساوي. طيب نيجي هون، a mass of 50 كيلوغرام suspended from a string. هي عنا هون معلقة من string and it's completely submerged in a container of water. هي مغمورة كليا، معناها الرو للاس أكبر من الرو للليكويد. While in water the tension in the string is 300 newton. طيب find the density of the mass. فهلأ هي هون T وعنا هون FB ولا تحت في عنا MG، فبنقول T زائد FB تساوي LMSG. هلأ T معطيك إياها بالسؤال هي 300 tension زائد FB مجهولة رح تساوي LMS اللي هي الماس معطيها بالأول اللي هي 50 مضروبة في الG اللي هي 10 فبيصير 500. فالFB عبارة عن 500 ناقص 300 رح تعطينا 200 نيوتن. هذا بالنسبة للإف بي. هو إيش بده؟ بده the density of the mass. فالإف بي عبارة عن رو ال في ال، رو ال في ال مضروبة في جي. الإف بي معطينا إياها 200، الرو ال اللي بألف، الفي ال هي اللي بدنا نطلعها هلأ مضروبة في العشرة. فبنعوض كل هاد بالآلة الحاسبة فبتطلع عنا الفي ال بتساوي 0.02 متر تكعيب. هلا ال VL هي نفسها ال VS، اوكي؟ فعشان نيجي نطلع هو بده الرو اس بالسؤال، الرو اس عبارة عن MS على VS، ال MS موجودة بالسؤال 50، ال VS بتساوي ال VL، فرح نعوض بهاي 0.02 واخر اشي بيطلع لنا الجواب اللي هو الرو اس. طيب نيجي للي بعده، بقول لك what is the pressure on a swimmer؟ احنا عندنا هنا واحد سباح، اوكي؟ وهذا السباح أساس هذا السباح يعني موجود على مسافة 5 متر، يعني الاتش بتساوي 5 متر below the surface of the water. طيب إيش هو البريشر يلي عليه؟ نعتبر إنه السباح موجود عند النقطة A مثلاً، فبي A بتساوي ال P A T M، بما إنه هو عم يسبح معناها في الجو مش مغلق، يعني مش closed system، رح يكون open system، فالضغط الجوي كمان بيأثر عليه، زائد رو جي اتش. بي اي تي ام بنعوض فيها مباشرة موجودة بالسؤال، زائد الروب 1000 الجي بعشرة والاتش معطيك اياها 5 متر، برضو تعويض هاي مباشر. طيب نيجي هون، a water flows through a pipe الراديوس تبعه 1 سنتيمتر والريت 0.004 متر تكعيب per minute. find the speed of the water inside the pipe. طيب هلا هون هو معطينا ال R بواحد سنتيمتر، هون هو معطينا أوردي نصف القطر مباشرة فما في داعي إنه إحنا نقسم على 2 أو إشي. هلا 1 سنتيمتر لازم نحولها للمتر، 0.01 متر. ال Q معطينا إياها 0.004 متر تكعيب لكل منت، فهلا إحنا لازم نحولها لمتر تكعيب لكل ثانية. فهلا هاي 0.004 متر تكعيب per minute. هلأ المينت الوحدة بتساوي 60 seconds بتساوي 60 ثانية، فبنقول هنا per minute على 60 ثانية، بتروح المينت مع المينت بنقسم هذا الرقم على 60 ثانية، أوكي؟ فبطلع لنا الكيو بالمتر تكعيب لكل ثانية، بطلع لنا هنا الفلورت بالمتر تكعيب لكل ثانية. فهو إيش بده؟ بده السبيد. فعلى السريع بنعوض الكيو بتساوي في اي، معناها الفي رح تساوي كيو على A. بنعوض هاي الفلوريت بعد ما خليناها بالام تكعيب على S، بنعوض بيها على الA. الA هي باي R تربيع، الR حولنا أوردي للمتر بنحطه باي في 0.01 تربيع وبطلع لنا الجواب. أوكي.
هلا آخر إشي، ضل هذا آخر سؤال، هذا السؤال برضو بده شوي تركيز. عنا هون the water flows through a horizontal pipe، هاي عنا هون horizontal pipe. قلنا بما أنه horizontal pipe معناها ال h1 رح تساوي ال h2، الدايميتر تبعه at one end بتساوي 2r، يعني هون عنا الدايميتر ب 2r، الدايميتر على الجهة الثانية رح تكون r. At the side of the diameter 2r، عند الجهة اللي فيها القطر تبعها 2r، ال v تبعتها ب 2m على s، والبريشر تبعتها ب 3 في 10 أس 5 باسكال. What is the pressure at the side of the diameter تبع ال r؟ هنا ال b قد ايه تساوي؟ هلا بما انه هو horizontal h1 بتساوي h2، معناها بنقول p1 زائد نص رو p1 رو 1 v1 تربيع رح تساوي p2 في نص زائد نص رو 2 v2 تربيع. هلا ال p1 اللي هي 3 ضرب 10 أس 5 زائد النص، الرو 1 اللي هو الألف الووتر، ال v1 معطينا إياها اللي هي التو تربيع، تساوي ال p2 إحنا بنحتاجها، إنه إحنا بدنا نطلعها، يعني p2 زائد نص الرو بألف برضو، ال v2 تربيع مش موجودة معنا. هلأ إحنا عشان نطلع ال p2 لازم من أول إشي نطلع v2، ما بصير يكون عنا مجهولين بنفس المسألة. فهلأ ال v2 نيجي لها، هلأ مش ال q1 في هذا البربيش، قلنا الفلوريت من هاي الجهة نفس الفلوريت من هاي الجهة، فال q1 رح يساوي ال q2، معناها ال a1 بتساوي a1 v1 بتساوي a2 v2. هلأ نيجي هون على جانب اللي هو معطينا إياها بالسؤال، هدول الاثنين ال 2r وال r اللي هي هاي d1 وهاي d2، فإحنا لازم نخليها r1. فهلأ ال d عبارة عن 2r، فعشان نخليها r بنقسم على 2، فبنقسم على 2، ال 2 بتروح مع ال 2، بضل عندنا ال r1 بتساوي r. طيب نيجي لل d2، ال d2 بتساوي r، فعشان نخليها r2 نخليها نصف قطر لازم نقسمها على 2، فرح تصير نص r، فهي ال r1 بتساوي r، ال r2 بتساوي نص r. فلما نيجي نعوض هون، ال a1 عبارة عن الباي مضروبة ب ال r1 تربيع، ال r1 بتساوي r، فرح نقول r تربيع مضروبة بال v1 تساوي خلينا نعوض مباشرة ال v1 بما انها موجودة، فنقول على السريع انه هي 2. هلأ ال a2 عبارة عن الباي مضروبة في النص r تربيع، والفيتو هي المجهولة. هلأ الار تربيع هاي اللي هون بتتوزع على النص وعلى الار، ويصير عنا الباي بتروح مع الباي، بصير عنا ار تربيع مضروبة في الاثنين بتساوي التربيع مضروب في التربيع نص ربع، هون ار تربيع مضروبة بفيتو. طيب الار تربيع بتروح مع ار تربيع، بضل عنا اثنين تساوي ربع فيتو، نضرب في أربعة عشان تروح هاي مع هاي، ونضرب في أربعة، ففي تو رح تساوي 8 متر لكل ثانية. هيك بنكون طلعنا الفي تو 8. بنروح هاي الثمانية بنروح منعوض فيها بهذا القانون اللي كنا حاطينه بالأول، فهيك بصفي عنا إنه ما في ولا مجهول بالمعادلة هاي إلا البي تو، بنروح منعوض كل هاي في الآلة الحاسبة وبطلع عنا البي تو. هيك بنكون خلصنا التشابتر 10، بده تركيز بس إن شاء الله يا رب موفقين، ويا رب علامات الكاملة.